أخبار اليوم. سيد زي كنت معرف بس مشكلتك ايه هي؟ مشكلتي مع حاجة جروب جيزة. تمام. عملت كشك قبل كده كان أستاذ طارق علام صور معايا وعمل لي كشك وخلصت التراخيص مع المحافظ وخلصته وجيت حطيته ونزلوا من فترة راح مكسرنولي بالحاجة اللي فيه وخدوا مني. جيت قعدت أعمل عدة إجراءات وعملت طلب نقل ومضال عليه رئيس حي جنوب أستاذ تيسير ونقلته ونزل رئيس حي جديد راح واخد منه الكشك وراح مكسرهولي برضه وطردنا أنا وعيالي من الكشك في الشارع. تمام. طب هو يعني هما طردوك ليه وانت مش الورق بتاعك كان خلصان وحاجة كده؟ الورق بتاعي سليم وما بيني وما بين كشاك تاني 50 متر وما شالوش اللي جنبي وشالوني أنا عشان خاطر واحد بس اتصل بيه قال له اشيل الكشك ده من على الرصيف ناحيتنا مكان ما بنركن العربيات. طب انت مش معاك ورق ومعاك تراخيص ومعاك حاجتك سليمه؟ ورحت الرئيس الحي وقابلته قال لي انت وشقلك. يعني ايه انت وشقلك؟ يعني هو شاف الورق قال لي انت وشقلك ما مش عامل لك حاجه بالورق ده. ما قاليش خلينا نحط الكشك تاني. يعني بيقول لك تحل مشاكلك مع الناس اللي في الشارع والناس اللي حواليك ولا بيقول لك شيل الكشك وامشي؟ بيقول لي شيل وامشي يعني انت وشقلك دي يعني اخبط دماغك في الحيطه مش هنعمل لك حاجه. تمام. طب انت بتطالب بايه دلوقتي ولا انت عايز ايه دلوقتي او ايه انت عايز انا بطالب بحق تاني مره ديت ياخدوا مني الكشك والحاجه انا الفلوس ديت ما بلاقيهاش ان انا بجيب بقى الحاجه والناس اللي عندي مش حق الحاجه ومطالب ان انا اخد حقي برضه. اشمعنى الناس اللي حتى الثانيه ما حدش بيقول لهم حاجه ولا عشان هم بلطجيه وانا راجل ليا ظروفي بيستقوا عليا انا. الكشك ده بقى له قد ايه؟ بقى له حوالي 7 سنين. في 7 سنين شال مرتين بس؟ شال مرتين. من رئيس حي جديد. انت عندك اي منكر رئيس ايه تاني؟ ما عنديش. انا بطالب الرئيس عشان الرئيس ساعه ما مسك البلد دي يعني ما قال ان هو هيحل مشاكل الناس والحكومه ما بتحلش مشاكل حد بتقلب الناس. انا صعوبة هو الكشك مصدر اكل عيش وانا معايا 3 عيال معايا ولاد وبنتين مفيش اي مصدر شغل ليا ولا حاجه. حاولت اني اشتغل في كذا شغلانه ما عرفتش تبع الحكومه ما عرفتش. حتى برضه الكشك اهو برضه عاملين يوزنوا فيه وعندي 3 عيال مش عارف انا هربيهم منين.